نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية معسكر إعداد الكوادر التطوعية السادس لعام 2024، وذلك لتدريب 200 شاب وشابة على عدد من المهارات الأساسية كفن التفاوض وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل التطوعي والتعامل مع الإصابات والإسعافات الأولية. كما ركز المعسكر على اللياقة البدنية والروح الرياضية للمتطوعين.